تفقدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بحضور عضوات المجلس الفرق المشاركة في فعاليات الهاكاثون العملي للمرأة البحرينية، والذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع بوليتكنيك البحرين ومسرعة الأعمال برينك باتلكو تحت عنوان تنافس وابتكار، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل. واجتمعت الأنصاري مع كل فريق من الفرق المشاركة 12 على حدة، واستمعت منهم إلى شرح واف عن المشروع وأهدافه وآليات تنفيذه والتحديات والفرص أمامه وكيفية الانتقال به إلى مشروع قائم منفذ على أرض الواقع. وتناقشت الأنصاري مع القائمين على المشاريع بشأن فكرة المشروع والقطاع الذي يعمل به من صحة وتعليم وبيئة وغيرها، إضافة إلى أفق تطوير المشروع ومدى قدرته على تحقيق المعايير المعلنة للفوز بالهاكاثون والمتعلقة بالتكنولوجيا المستخدمة في المشروع والابتكار وواقعية المشروع ومدى قدرة المشروع على خدمة قضايا المرأة البحرينية. هذا وأعربت الأنصاري عن إعجابها الكبير بالمستوى النوعي للمشاريع المشاركة في الهاكاثون والتنوع في الخلفيات العلمية والأكاديمية والمهنية لأعضاء كل فريق من الفرق المشاركة، واستخدام عدد من المشاريع للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وصور الساتلايت وغيرها. هذا وتتواصل فعاليات الهاكاثون في كلية بوليتكنيك البحرين على مدى 3 أيام يقدم خلالها 60 مشاركا ومشاركة في هذا الهاكاثون موزعين على 12 فريق مشاريعهم التقنية، وسط نقاشات مع مرشدين ومدربين حول فكرة المشروع وآليات تطويرها وجوانب المشروع على صعيد الابتكار والتطبيق إضافة إلى التمويل وغيرها. تجربة فريدة من نوعها تعيشها مجموعة من الفتيات المتخصصات في مجال التكنولوجيا، يبتكرن ويبدعن ليقدمن أفكارا ذكية تتوغل في المجتمع لتترك أثرها الإيجابي بين أفراده عبر مجموعة من البرامج والتقنيات تطرحها المشاركات في مسابقة هاكاثون المرأة البحرينية، تحمل بين طياتها رسائل مؤثرة ومفيدة. نحن فخورين كعضوات في مجلس المرأة برعاية الهاكاثون للمرة الأولى في البحرين، هاكاثون المرأة البحرينية، وطبعا يعني تفعيل هاي النوع من الفعاليات يأتي يعني متزامنا مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، فإحنا هدفنا أن نقوم على تعزيز وتشجيع الكفاءات النسائية بالبحرين وزرع الثقة في المرأة البحرينية بكونها امرأة قادرة على اللي هو الخوض في مجالات علمية كثيرة. شفنا أفكار جدا ممتازة منها في مجال الخيري، في مجال حتى البيئي، البحث العلمي، ونطلع نشوف النتائج بعد ما يتم الإعلان عنها. مسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة يحتضنها المجلس الأعلى للمرأة ليكشف من خلالها قدرات المرأة البحرينية في مجال التكنولوجيا والابتكار، اللي هو تطوير أب أو خلينا نقول منصة اللي يكون فيها تواصل بين الأفراد وبين الجهات الحكومية وأيضا الجمعيات الخيرية. هذه المنصة توفر فرصة لربات البيوت بحيث أنه لو كان في أشياء غير مرغوب فيها في البيت من أغراض منزلية أو أدوات كهربائية مثلا أو قطع أثاث، يكون هذه المنصة توفر لنا وين المكان اللي ممكن أنا أخذ هذه الأغراض أو للجمعيات الخيرية أو للريسايكلينج. المجلس الأعلى للمرأة ما قصروا معانا وخلونا نبتكر مشاريع ونبتدي ننجز مشاريع جديدة، خصوصا اللي تحوم حول التكنولوجيا وعلوم المستقبل والذكاء الاصطناعي. مشروعنا عن شلون نحفز اليهال من الصغر يسوون ماني مانجمنت ومن مصروفهم يتبرعون حق الجمعيات الخيرية. يعني احنا كبنات قاعدين نثبت نفسنا ان نقدر نسوي ابليكيشن يساعد اليهال في ذي الشيء.
روح الإبداع والابتكار دفعت بجمع من التكنولوجيات البحرينيات إلى البحث عن كل ما هو جديد ومتميز في العالم الرقمي تمهيدا لإطلاقه في المجتمع بما يتناسب مع أهداف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. منافسة ذكية تنطلق اليوم حاملة في جعبتها الكثير من الأفكار المتقدمة تبتكرها ثلة من الفتيات المتخصصات في مجال التكنولوجيا لتكون بذلك عنصراً فعال ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في مختلف المجالات. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.